حط حالك محله وفكر فيه، وفكر انه قبل ما تطلع عليه نظرة حسد انه تعيش مثل عيشته. جرب اذا انت والله شفت وفر 1000 او 2000 دولار خلال سنة، جرب عيش مثل عيشته، بيقعدوا 15 واحد بغرفة واحدة زي علبة السردين وساكت بس عشان يطلع قرشين يوصله لأهله وتعال يوصله وتعال ما يوصله. جرب تعيش مثل عيشته وما تغير ثياب من العيد للعيد للعيد، نفس ثيابك. حتوفر قبل ما تفكر انك تحسده. والله بيتزوجوا ب 2000 و 3000 دولار، طب ما نحن نرخص المهور تبعيتنا بنتزوج مثل ما هن عم بتزوجوا. ودع يتزوج اخرتها والله بقى عندي غرفه ومطبخ وحمام ما بتاجره غير للسوريين. بترضى انت يا فلسطيني او لبناني تقعد غرفه ومطبخ وحمام وتقعد زوجتك واولادك؟ بسم الله ما شاء الله. وقت بفتح هون مشان الشباب اللي ساكنين بالمبنى او حدنا، بتفتح الغرفه غرفه ومطبخ وحمام بيطلع منها 17 18 واحد، كيف سايعين ما بعرف. الله يبارك لهم. بس الفكره ارحم اخوك.